ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لم يتأخر حزب العدالة والتنمية في الرد عن نسب فضيحة خيانة زوجية حصلت بإقليم ملا يعقوب لأعضاء ينتمون له، ونفى الحزب عبر بلاغ لكتابته بالإقليم المذكور أي علاقة له بحادث ضبط زوج زوجته مع خليل لها في منزل الزوجية. واعتبر البلاغ نفسه أن ما نشر حول الموضوع ونسبه لقياديين من البي جي دي يدخل في سياق التحامل المستمر على حزب العدالة والتنمية منذ مدة، مهددا باللجوء للقضاء في حق من لم يكلف نفسه عناء التحقق مما اعتبره أخبارا زائفة. وكانت مصادر إعلامية قد تداولت أخبارا عن ضبط قيادي بحزب البي جي دي ليلة الأحد الاثنين 25 فبراير الجاري بإقليم ملا يعقوب لزوجته رفقة صديق له من نفس الحزب، وهما يمارسان الجنس بأحد المنازل بذات الإقليم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.